الشفرة وفحها مليح الصفرة. هذا هو المسرح اللي كسروه من شوي. البلطجية اجوا كسروا. هلا شو عم تعمل؟ عم ترجع تركبه؟ عم نرجع صامدون صامدون. ايه هلا عم يرجع يتركب المسرح كله سوا. كان هذا جانبا من المشهد في بيروت اليوم، حيث أقدم شبان على دراجات نارية يرفعون أعلام حزب الله وحركة أمل، أقدموا على تحطيم منصة كان الحراك يعمل على تجهيزها في ساحة الشهداء. هذا المشهد يأتي وسط حالة احتقان وترقب يعيشها لبنان قبيل زيارة ثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت تتجه الأنظار إلى الاستشارات النيابية التي تبدأ الاثنين لتكليف رئيس الوزراء المقبل، مع بوادر توافق يبدو أنها تتبلور على ترشيح السفير السابق أو السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة خلفا لحسان دياب. هذا وسط مدينة بيروت، وهذه مسيرة دراجات نارية لعناصر من أنصار حزب الله وحركة أمل، انتهت الأحد بتكسير منصة لقوى الحراك في ساحة الشهداء وباعتداء همجي على ناشطين في الحراك. قبل ذلك بيومين اشتباك مسلح جنوب العاصمة ذهب ضحيته قتيلان وعدد من الجرحى، وقبلها ببضعة أيام مشاجرة بين مناصري الثنائي الشيعي أنفسهم أوقعت قتيلا في إحدى البلدات الجنوبية. مشهد محتقن يوحي بأجواء الحرب في ظل غضب شعبي بلغ ذروته منذ انفجار بيروت في الرابع من الشهر الجاري، كارثة أعلنت السلطات الأحد عن ارتفاع حصيلة ضحاياها إلى 190 قتيلاً وسبعة مفقودين وأكثر من 6500 جريح، فضلاً عن تشريد نحو 300,000 شخص. مع ذلك فإن الأسوأ لم يأتي بعد، إذ توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا استمرار ارتفاع أسعار الأغذية بسبب زيادة تكاليف استيرادها بعد انفجار المرفأ. في ظل هذا المشهد القاتم تبدو قوى السلطة والطبقة السياسية عموماً عاجزة عن فعل أي شيء. ربما لهذا السبب حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارته لبنان الاثنين من حرب أهلية إذا ما تخلى المجتمع الدولي عن لبنان. الرئيس ميشيل عون كان قد حدد يوم الاثنين موعداً لبدء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد بعد أقل من شهر على استقالة حكومة حسان دياب، وهي دعوة قال عنها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إنها جاءت حياءً قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إلى لبنان. على الأرجح هي دعوة على استحياء كما يقول جنبلاط، ففي العادة يدعى إلى الاستشارات النيابية بعد توافق القوى السياسية على اسم رئيس الوزراء المقبل، لكن هذه المرة لم تظهر بعد بوادر أي توافق، فرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري حسم الأمر بتأكيد عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، ليدور الحديث حول أربعة أسماء أخرى وهي لوزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، والوزير السابق سمير الجسر، والوزير السابق خالد قباني، ووزيرة الداخلية في حكومة الحريري الأخيرة ريا الحسن، على أن يتم إعلان اسم توافقي واحد صباح الاثنين. في هذه الأثناء اجتمع أربعة من رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين سعد الحريري، تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي في محاولة للاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء. اتفق المجتمعون على تسمية السفير مصطفى أديب للمنصب. أديب يشغل حاليا منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى ألمانيا، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية. وبعد سلسلة من المشاورات التي تمت استناداً إلى المواصفات الشخصية لرئيس الحكومة العتيد التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة، وبعد استعراض مختلف الأسماء الجديرة بتحمل هذه المسؤولية، اتفق المجتمعون على تسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، آمرين أن يتم تكليفه بأكبر عدد من أصوات الكتل النيابية.
ينضم إلي من بيروت عبر سكايب سليم خوري النائب في التيار الوطني الحر. أستاذ سليم أشكرك جزيلا لتلبية الدعوة، ونحن في انتظار الأستاذ خضر الغضبان عضو مجلس قيادة الحزب التقدم الاشتراكي سينضم إلينا لنثري هذا الحوار. لماذا برأيك مصطفى أديب كان الأوفر حظا؟ نحن كفريق سياسي والعديد من الكتل النيابية الأساسية كانت قد أبدت على موقفها بتسهيل ولادة الحكومة بالدرجة الأولى، وبأخذ بعين الاعتبار بالتسمية التي ستصدر عن الرئيس سعد الحريري كونه وتيار المستقبل الذي يرأسه يمثلان الثقل السني الأكبر في لبنان. وبما أن رؤساء الحكومة السابقين أصدروا اليوم بيان ورشحوا سفير مصطفى أديب، فما يمكنها قوله أن نحن أمام فرصة جدية وفرصة كبيرة للتوافق على هذه التسمية، على أن يتم إعلان ذلك في الاستشارات النيابية في قصر بعبدة غدا. طيب، ولكن الهدف يعني ما هي باقي الصفات التي توافرت بمصطفى أديب ليبدو بأن هناك توافقا عليه؟ هل هو فعلا من خارج الفريق السياسي الرجل أم لا؟ بغض النظر عن المؤهلات الشخصية التي يتمتع بها السفير أديب، أظن أن ما نحن بحاجة إليه اليوم هو التوافق الداخلي على شخصية قادرة أن تشكل حكومة تتمكن من مواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ فترة. أعتقد أن اليوم التوافق هو بين القوى السياسية الأساسية في البلد هو أهم من الاسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، وهذا التوافق هو سيفتح الباب أمام سرعة تأليف هذه الحكومة على أن تنطلق في مسارها الصعب والشائك في معالجة التحديات التي واجهها لبنان، وآخرها كان الانفجار الأليم الذي ضرب مرفأ بيروت، إضافة إلى جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف في البلاد. من يعارض من الفرقاء السياسيين والشركاء السياسيين في لبنان ترشيح مصطفى أديب؟ لا أريد أن أستبق موقف الكتل السياسية غدا في الاستشارات النيابية، ولكن من الواضح أن معظم الكتل الأساسية كانت قد ألمحت أو أصدرت حتى مواقف علنية تؤيد هذه التسمية، ولكن يبقى الحسم غدا في الاستشارات النيابية الملزمة. طيب، ولكن يعني من الضروري جدا تسليط الضوء على طريقة تعاطيكم أو الموقف، من أنك أنت في بداية كلامك قلت أنتم ارتأيتم تسهيل تشكيل الحكومة الآن، هل هذا يعني بالضرورة أن من يقاطع الاستشارات النيابية غدا هو يقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة؟ لا أظن أن أي من الأفرقاء الأساسيين في البلد يتجه إلى مقاطعة الاستشارات غدا، ولكن أعتقد أن المرحلة لا تحتمل هذا النوع من التعاطي، بل نحن ندعو جميع الأفرقاء إلى تسهيل تكليف رئيس الحكومة العتيد وتسهيل تشكيل الحكومة، لأن ترف الوقت لسنا نحن بصدد إضاعة مزيد من الوقت أمام الأزمات الجدية التي كما عبر الرئيس الفرنسي باتت تهدد الكيان اللبناني. طيب، ولكن هناك يعني حتى نكون واضحين، يعني الموضوع واضح بأنه يعني من الكتل السياسية هناك من هو استقال من مجلس النواب، وهناك من يعني تمثيله انخفض، وموقفه اليوم بات مختلفا عن الموقف السابق ما قبل هذه الأزمة. أستاذ سليم، أعتقد أن هناك إدراك عند الجميع أن المقاربة السابقة للأزمة لم تعد قائمة، فلعبة المعارضة والموالاة بين أفرقاء كانوا أساسيين في التركيبة السياسية من بعد اتفاق الطائف، وكان لهم مساهمة كبيرة فيما آلت إليه الظروف والأوضاع في لبنان، فاليوم على الجميع التحمل هذه المسؤولية والمشاركة في هذه الحكومة التي سيكون عليها
حمل ثقيل وعبء ثقيل، ألا وهو إنقاذ لبنان من الانهيار المالي الوشيك. كيف ترد على الحزب التقدمي الاشتراكي بوصفه أن هذا أو هذه التسمية والسعي نحو التشكيل هو يأتي على حياء لضغط قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ لا شك أن الرئيس الفرنسي لعب دورا محوريا في تسريع عجلة التواصل بين الأفرقاء السياسيين، وكان له مساهمة واضحة ومهمة ومشكورة في التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة التي نمر بها، وللفراغ الذي كنا مهددين أن نمر به لفترة طويلة. فالاتصالات التي قام بها الرئيس ماكرون في 48 ساعة الماضية أثمرت بالتوجه إلى هذا الاتفاق الذي قد يبصر النور غدا. طيب، شكل الحكومة المقبلة، مدة استمرار الحكومة المقبلة، المهمة الأساسية لها في ظل ما قاله الرئيس اللبناني ميشيل عون. دعا في خطابه قبل قليل الرئيس اللبناني إلى إعلان لبنان دولة مدنية. نستمع إلى ما قال. قبل أن يعني نعرض مقاله في هذا الجانب، نضيف أيضا بأن عون أكد على الحاجة لتعديل النظام بالبلاد، كانت هذه نقطة مهمة طرحها في حواره، وقال الخروج على نظام المحاصصة الطائفي أيضا فيما ذكر. طيب، هذه نقطة مهمة سنستعرض بعد قليل ونؤكد ونعرض لربما ما قاله في خطابه التي بث قبل قليل في الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير. هذه نقطة مهمة جدا أستاذ سليم، إذا سمحت لي يعني دعنا نفرد لها لربما جانبا في هذا الحوار. إلى أي مدى اليوم، وأود أن أرحب أيضا قبل أن أتوجه لحضرتك بالسؤال بضيفي أيضا على الطرف الآخر الأستاذ خضر الغضبان الذي انضم إلينا مباشرة الآن. أستاذ خضر، مرحبا بك، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. كنت أتحدث أنا وأستاذ سليم قبل قليل عن الموقف الذي لربما أو عن كل التشكيلة التي كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي منها، على أنها يعني هي عبارة عن جاءت يعني فقط على حياء قبل زيارة الرئيس الفرنسي. هل لك أن تفسر ذلك إذا تكرمت حتى نتناقش في هذه النقطة قبل أن نعرض ما قاله هو الرئيس ميشيل عون؟ مساء الخير بداية للمشاهدين ولضيفك الكريم. من الواضح أنه بعد العقلية القديمة بتشكيل الحكومات والتكليف سائدة. أولا بدي أشير لموضوع خرق الدستور بالتأخير بالاستشارات، بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة للمرة الثانية، يقوم العهد بهذا التأخير وبهذا الخرق الفاضح للدستور. ومثل ما تفضلت وحكيت وكل الناس بتعرف أنه تحديد موعد الاثنين للاستشارات النيابية هي استباقا لزيارة الرئيس ماكرون بعد الضغط الكبير يلي عم يمارس من قبل الأطراف الدوليين. ثانيا، من الواضح أنه لتاريخ اليوم السلطة القابضة على مفاصل الحكم المؤلفة من الأكثرية النيابية ومعروف في مين بتمثل، بعد عم تشتغل بالعقلية القديمة، وكأنه انتفاضة اللبنانيين ضد الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية الخانقة ب 17 تشرين، وكأنه ما صار كمان الزلزال الكبير يلي دمر العاصمة، وبعد ذات العقلية القديمة بالمحاصصة وتقاسم الحصص وتشكيل الحكومة والاتفاق على شكل الحكومة قبل الاستشارات النيابية، وكأن شيئا لم يحدث. نحن كان موقفنا واضح من البداية منذ اندلاع الاحتجاجات بالشارع، نعم لحكومة حيادية موثوقة من أصحاب الاختصاص، وليش حكومة موظفين على شكل الحكومة المستقيلة يعني برئاسة حسان دياب وباقي الوزراء يلي هن بيمثلوا أطراف سياسيين. نحن مع حكومة تحوز على ثقة المجتمع الدولي، على ثقة الشارع اللبناني، وتكون جديرة إذا بدك بانتشال لبنان من هالواقع المأساوي يلي نحن عم نعيشه. وبالتالي نأمل من القوى الموجودة اللي هي متحكمة
ان يعني توصل لهيدي النتيجه، يعني التذاكي غير مقبول. طيب. بهذا الظرف اللي نحن عم نمر فيه. طيب. اليوم مآسي اللبنانيين من اشهر، يضاف اليهم تذاكي قصدك العهد يعني التيار الوطني من الطريقه التقليديه بتشكيل الحكوميه، تذاكي العهد ومن يقف وراءه. نعم. طيب. طبعا تتذاكون يا استاذ سليم، هذا ياتي لربما على نقيض ما حضرتك طرحته في بدايه السؤال الأول لحضرتك، أعطيك 30 ثانية لترد على ما يطرحه أستاذ خضر حتى أنتقل إلى النقطة التالية، تفضل. نحن لا نتذاكى، كان من الطبيعي أن يتريس فخامة رئيس الجمهورية بضعة أيام قبل تعيين موعد الاستشارات لكي تتمكن الكتل النيابية والقوى الفاعلة في على الساحة السياسية من أن تتوصل إلى حد أدنى من التوافق حول الشخصية التي عليها تسميتها. وأعتقد أن أي مطالبة بتعيين كان بتعيين استشارات فورية كان من باب المزايدة الشعبوية، والكل كان مدرك بضرورة تأخير هذه الاستشارات بضعة أيام. أما بالنسبة إلى موضوع التعاطي التقليدي في عملية التأليف، أعتقد أن الحزب الاشتراكي هو شريك أساسي في هذه السلطة، وكان شريك في السلطة منذ 30 عاما، وأيضا لن يكون بعيد عن الاتفاق الذي قد نتوصل إليه في الساعات القليلة المقبلة. فاتهام التيار الوطني الحر بهذا الموضوع أعتقد أنه نوع من رمي للمسؤولية كلها على فخامة رئيس الجمهورية، وهذا بعيد عن الواقع وعن الحقيقة. تمام، حتى نكون منصفين بالوقت، استمعت إلى رد، أعطيك الحق بعد قليل أستاذ خضر، ولكن إذا سمحت لي يجب أن نجمل ما قاله الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي دعا في خطابه قبل قليل إلى إعلان لبنان دولة مدنية. هل برأيك هذا إعلان استقالة مبكر، وخصوصا أنه أكد على الحاجة اليوم للتعديل في قضية اتفاق الطائف والمحاصصة، عندما يقول بأن يعني ضمنيا أو صراحة بأن هذا الاتفاق لم يعد يعني أو لا يجب أن يكون ساريا بعد الآن؟ هذا بالضرورة يعني أن منصبه يعني منصب رئيس الجمهورية يعني سيتغير الحديث عنه كمان. أولا قبل ما نحكي عن تطبيق عن تعديل الطائف وتعديل الدستور، خلينا نحن نطبق الطائف، ورئيس الجمهورية أقسم في مجلس النواب أقسم على تطبيق على احترام الدستور وتطبيقه، أي أقسم على احترام دستور الطائف وتطبيقه. اليوم الطائف حط خارطة الطريق لتطوير هذا النظام، واضحة انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، تشكيل مجلس شيوخ وغيرها من الإصلاحات. اليوم بعد 4 سنوات يعني نحن بالثلث الأخير من ولاية الرئيس القوي بين هلالين، نحن هلأ عم نحكي بتعديل وبإصلاحات؟ لا، خلينا نحن نطبق الطائف ونحمي الطائف، وبداية بتكون باحترام الدستور، أي بالدعوة الفورية للاستشارات النيابية الملزمة. مش معقول نحن نتفق على اسم الرئيس قبل الاستشارات النيابية. وين اللعبة الديمقراطية بالبلد؟ نحن نظام ديمقراطي برلماني حر، ويجب عليه، هو حامل الدستور، يجب عليه أن يحترم الدستور. خلينا نحن نبلش من هون. ثانيا، اليوم التيار الوطني الحر له بالسلطه من 11 سنه، وهو الرئيس القوي، عنده 29 نائب، عنده طالب بالثلث المعطل، ما عنده حجه ابدا ابدا لا يناور. المناوره خلصت، الشعب اللبناني لم يعد يحتمل هذه المناورات التي لا تغني ولا تسمن. يلا بسرعه ردك استاذ سليم. وكرمال مصالح سياسيه ضيقه باتت معروفه للجميع. نحن أعتقد أنه نحن لا نناور أبدا في هذا الموضوع. كل ما يهمنا ويهم فخامة رئيس الجمهورية أن تكون الشخصية التي سوف تتكلم. عطلتم الحكومات ل8 أشهر مشان توزروا جبران باسيل يا عزيزي، كيف ما عم نناور؟ أبدا أبدا أبدا، نحن لا نناور أبدا. والتأخير الطفيف الذي كان لضمان أن الشخصية التي سوف يتم تسميتها قادرة على تأليف حكومة وأن تأتي بأكثرية واضحة في المجلس النيابي يخولها أن تشكل هذه الحكومة بأقصى سرعة. نحن لا نسعى إلى المناورة، ولكن أود أن معكم أكثرية بالمجلس النيابي ومعكم أكثرية وزارية. بعدك هلأ عم تحكيني بالأكثريات؟
معكم أكترية بمجلس النواب وحكومة كلها لإلكم، حكومة حسان دياب كلها لإلكم لحلفائكم، شو عملتوا؟ جيبوا الكهرباء للشعب اللبناني أبو زيد خالكم. مشاركة الجميع في هذه الحكومة، ونحن أود أن أؤكد أن لا نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتعيين استشارات نيابية فورا، كما أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس المكلف بمهلة زمنية لتشكيل هذه الحكومة. فأعتقد أن الرئاستين تتمتعان بهذه الصلاحية، ويجب تحاولون يا عزيزي التيار الوطني الحر والعهد يحاول إرساء أعراف جديدة مناقضة للدستور. أبدا، أعتقد أن بعض الأفرقاء السياسيين اعتادوا على تغييب رئاسة الجمهورية. يجدر بكم احترام الطائف وتطبيق الطائف، وليس الرئيس القوي يستخدم صلاحياته، وليس استنباط أعراف جديدة وابتداء أعراف جديدة. اعتادوا عليها منذ 30 عاما، واليوم رئيس الجمهورية مصر على استخدامها. أما بالنسبة إلى تطوير النظام وما تكلم عليه فخامة الرئيس اليوم، فهو ليس بالضرورة ضرب لاتفاق الطائف. كلنا نعرف أن اتفاق الطائف بمراحلها يا ريت استخدم صلاحياته، يا ريت استخدم صلاحياته بتجنيب بيروت هذا الزلزال. عم تحكينا عن صلاحيات؟ فخامة الرئيس استخدم صلاحياته وحول المراسلات التي وردت إليه لمن يجب أن تصل إليه، ولكن أنا ما بدي فوت بسجال إعلامي، بتصور خلينا ننطر نتائج التحقيق. هو بحدد عفوا بس أنا حاسك عم تحكي عن فخامة الرئيس كأنه موظف إداري، مش كأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومش كأنه صاحب قرار. مع العلم هذا الرئيس القوي وهذا العهد القوي. لا، وشغلته إدارية بأصر بعبدة. عفوا بس أنا كمان مش عارف، لا أرى مبرر للعصبية، أعتقد أن هناك تحقيق يشارك فيه خبراء دوليين، فلننتظر. لا مش عصبية، أنا عم بحاول الناس شو عم تحكي. حق الناس تحكي، بس التحقيق بالنهاية رح يوصل لنتيجة ورح تبين كل المسؤوليات. ما نجرب نرمي المسؤولية. يا صديقي العزيز، بنصحك تنزل على الأرض وتقعد مع الناس وتسمع حكي الناس. بعرف حكي الناس شو بيحكوا علينا وعلى غيرنا كمان، مش بس على فريقنا السياسي اللي هو إذا بدك مستجد بالحكم مقارنة مع الأفريقيين. هلا أنتوا الفريق المتحكم بكل مفاصل الدولة، من اصغر موظف الى رئيس الجمهوريه، ما لكم حق تحكوا، بدكم تحملوا المسؤوليه تجاه الناس وتجاه ضميركم تجاه التاريخ. اوكي، تذكر هذا الكلام. صحيح، نحن اكبر كتله، لسنا شركاء معكم، لسنا اكثر، نحن خارج الحكومه، ونحن قرارنا واضح بان نكون خارج الحكومه. هذا خياركم. نحن نتمنى ان يشارك الجميع في هذه الحكومة، لحتى يكون الجميع شريك. معكم حكومة صافية لكم. طيب حتى لا طيب هو قال لك، هو ما زال يعني ما زال الحوار يدور في نفس الإطار، بأنه أنتم يعني يا تيار وطني حر لديكم يعني الكتل البرلمانية الأكبر والتمثيل الأكبر، وأيضا في الوزارة، يعني هذا ما ذكروا يعني في آخر جملة. على كل حال، قبل أن ننهي هذه المقابلة في الدقيقة الأخيرة، إذا سمحت لي، من سيقاطع غدا يا أستاذ غضبان؟ بنصف دقيقة. عفوا، ما سمعت سؤال. من الذي سيقاطع الاستشارات النيابية؟ بتمنى تعيد السؤال. من الذي سيقاطع الاستشارات النيابية؟ نحن طبعا كلقاء ديمقراطي لن نقاطع الاستشارات النيابية، سنذهب ونسمي الاسم الذي يستحق بأن يتولى هذه المسؤولية، والقرار سوف يعرفه الجميع غدا صباحا. شكرا لك قدر غضبان، عضو مجلس قيادة الحزب التقدم الاشتراكي. شكرا لك أيضا سليم خوري، نائب في التيار الوطني الحر. شكرا جزيلا لكما.